معايا المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعه الاسلاميه. اهلا بيك يا باشمهندس عاصم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انت تدعو لمحاصره المحاكم ونادي القضاه ومنازل القضاه، حضرتك قلت القضاه يعني وصفتهم بالفاسدين، لماذا يا باشمهندس عاصم؟ في مغالطتين في الجمله بتاع حضرتك، في جمله واحده اعلاميه كبيره تعمل مغالطتين، ده شيء خطير جدا ومؤسف. اتفضل قول لي هم ايه يا فندم. مؤسف جدا. فضل. اول حاجه بتقولي ان انا بدعو للحصار، انا لم ادعو للحصار، لو سمحتي لو في مصداقيه اعلاميه تعيدي الكلمه بتاعتي مره ثانيه، انا ما قلتش حصار خالص، انا بقول انزلوا، بقول انزلوا وتظاهروا عند دار القضاء وعند نادي القضاه وعند المحاكم وعند بيوت القضاه الفاسدين. يبقى في فرق طبعا، يبقى تظاهر مش حصار يعني. يعني اظن دي واضحه جدا، يعني حضرتك طيب. واضحه جدا. طب ايه الفرق بين الاثنين يا فندم؟ المغالطه الثانيه حضرتك بتقولي ان انا وصفت كل القضاه بالفاسدين. انا ما قلتش كده، انا قلت القضاه اللي حضرتك وصفتهم بفاسدين، انا ما قلتش كل القضاه. ما قلتش كلمه كل خالص. تظاهروا عند منازل ولا اجرؤ ان انا اقولها، انا قلت حضرتك، قلت محاصره القضاه اللي حضرتك وصفتهم بالفاسدين. ايوه، يبقى احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن القضاء الفاسدين، مش مجمل القضاء اللي حضرتك قلت انه في بعض القضاء فاسدين. نعم، انا مصر ان القضاء فيهم من هو فاسد وفيهم من هو ظالم وفيهم من هو فاسق وفيهم من هو اكثر من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول مش انا اللي بقول. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثه، قاضيان في النار وقاضي في الجنه. يبقى في مش معنى كده التلتين والتلت، لا، يعني ثلاثه انواع او ثلاثه اصناف، في صنفين منهم في النار، اللي بيلجأ للحق ويقضي على جهله فهو في النار، واللي يعلم الحق ويقضي بخلافه من الظلم فهو في النار. القاضي الوحيد اللي في الجنه، ولعل الواحد يرجو ان يكون اكثر قضاتنا من هذا النوع، وكنت اتمنى ان انا اقول كل قضاه مصر من هذا الصنف، القاضي في الجنه اللي بيعلم الحق وبيقضي به. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان في قضاه في النار. القران بيقول ان في ناس بيحكموا بما بغير ما انزل الله، واللي بيحكم بين الناس ده اللي هو القاضي يعني، وان دول بيسموا الفاسقون وبيسموا بالظالمين. فمش عارف انا ايه المساله اللي مزعله الناس. احنا شفنا قضاه بيتغلقوا رشاوه وبيعيدوا هذه الرشاوى علنا للمؤسسات. طب خلينا نتحاور بعد اذنك باشمهندس عاصم. يعني حضرتك بتقولي ان هناك فرق بين التظاهر والحصار، عايز اعرف ايه الفرق ما بين التظاهر والحصار امام المحاكم، امام منازل القضاء اللي هم بعض القضاة طبعا حضرتك بتتكلم عنهم، وهل يعني الاثنين ما فيهمش نوع من الترويع ليهم؟ الاثنين ما فهمش ايه؟ يعني التظاهر والحصار ايه الفرق اولا ما بينهم؟ وهل التظاهر امام منازل هؤلاء القضاة لا يوجد به ترويع لهم؟ لا 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 لا، بالتاكيد التظاهر السلمي ليس فيه ترويع لاي احد، والتيار الاسلامي لم يعهد عليه في اي مظاهره من مظاهراتي. وانت تضمن منين انه يظل سلمي يا باشمهندس عاصم؟ الله، حضرتك تاريخنا في التظاهرات منذ عامين اللي هي قيام الثوره الى يومنا هذا، قولي لي ان حد في مظاهره من المظاهرات. ما هو اول امبارح كان في تظاهرات لتطهير القضاء وحصل اشتباكات يا باشمهندس عاصم. لا لا لا، ده اعتدي علينا، اعتدي علي. حضرتك اعلاميه كبيره وعارفه الفرق بين ان يجي واحد اعتداء متبادل يا باشمهندس عاصم. القضاء واحد بلطجي من البلاك بلوك يعتدي على وقفه سلميه عند دار القضاء، فالشباب يزعطوه لغايه ميدان التحرير. وبان ان احنا كنا طالعين الظاهر ضد البلاك بلوك، ولا بنتظاهر ضد القضاه الفاسدين او ضد منظومه معينه او لتعديل منظومه معينه، فاحنا ما كانش لينا اي غرض في ان احنا نشتبك او يشتبك بعض الشباب اللي واقفين معانا مع البلاك بلوك. لكن البلاك بلوك جم من ميدان التحرير بالخرطوش والقنابل والمولوتوف وبتاريخهم الاسود اللي طب وايه ابن عقيد الشرطه اللي تم سحله وهو عنده اعاقه ذهنيه ومريض بالكلى؟ بالتاكيد انا ما اعرفش هذه زي ما انت شايف الصوره اهي، الصوره اهي. بص انا بسمعها منك لاول مره، وان كان هناك مظلوم فبالتاكيد احنا ضد مثل هذا الامر، لكن حضرتك في فرق بين ان يكون وقع خطا من بعض الشباب تهور، وان يكون خطه هؤلاء الشباب وهدفهم هو نازل زي البلاك بلوك يخرب ويكسر ويدمر ويضرب مولوتوف وما الى ذلك. جميل انك ضده يا باشمهندس عاصم، بس احنا عندنا صوره للاسف حصلت. المشهد ده جميل جدا اللي بتعرضيه. ايوه هتعمل حياتك ضده، بس هو حصل وخلص المشهد. كويس. الاعتداء كان من الطرفين على بعض.
هتعمل ايه فيه بعد ما حصل؟ أرجو ايضا من اعلاميه كبيره انها تعرض ساعتين ثلاثه البلاك بلوك بيضربوا فيها نار على المظاهرات الجزيره مباشر. ده صحيح، انا ما قلتش انه العنف كان من جانب واحد يا باشمهندس عاصم، انا ما قلتش ده، بس انا بقول انه نضمن منين انه التظاهر امام منازلهم لقطه واحده لشاب واحد بتقول ان هو ظلم، وانا طبعا لا يمكن اوافق على حد يظلم، ولقطه واحده لشاب واحد بتقول ان هو ظلم بتعرض على. انا قلت العنف كان من الطرفين وحددت يا باشمهندس عاصم. ألف لقطة لبتوع بلاك بلوك بيضربوا نار، دول اللي شايفهم دول بيضربوا بإيديهم، بيضربوا نار وخرطوش ومولوتوف على المسيرات وولعوا في عربيات بيعرضها في الإعلام بتاعنا. تمام، تضمن منين إنه التظاهر أمام المحاكم والمنازل ما يتطورش أيضا ويحصل فيه عنف؟ لا 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 حضرتك، هدفنا كده او غرضنا كده او دي خطتنا او ده راينا او ده مذهبنا، يبقى حضرتك كده نقول اي حد يتظاهر قول له ما تتظاهرش، تضمن منين؟ لا انا لو ادعو المسيره، لا انا بقول امام المحاكم وامام المنازل، ده اللي انا بسال عنه، مش عدم التظاهر. تظاهروا قدام منزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه عشرات المرات في التجمع الخامس وفي الشرقيه، بيته اللي في الشرقيه اللي هو مش عايش فيه وعايشه فيه اسرته وعائلته الكبيره، ما حدش قال له ده ترويع امنين، اشمعنى؟ اشمعنى؟ بس هناك امن يحمي منزل الرئيس وليس هناك امن يحمي منازل القضاة. نحن نحمي منازل القضاة ونحن نحمي اي مكان بنتظاهر امامه، تظاهرنا قدام دار القضاء، هل اصيبت دار القضاء بسوء؟ تظاهرنا امام مدينه الانتاج الاعلامي، هل الاستوديو بتاع حضرتك اتخدش؟ هل حصل اي مشكله؟ لا، احنا مسؤولين عن حمايه هذه الاماكن، لكن ارجو ان لا يفهم او ان لا يحاول البعض ان يعطي قدسيه لاي شخصيه في مصر يقول لك اوعى تتكلم عنه، اوعى تتظاهر ضده، لا لا لا، زي ما في تظاهرات ضد رئيس الجمهوريه في تظاهرات ضد القضاء الفاسدين، مش كل القضاء. طب اذا حضرتك عارف انه هناك بعض القضاء الفاسدين مش بتبلغ عنهم ليه يا باشمهندس عاصم؟ حضرتك في مستشار طلع 60,000 جنيه رجعها للمؤسسه الصحفيه قالت كانت هدايا جات لي، فده فساد واضح جدا. ليه بقى القضاه بتوع مصر اللي زعلانين ان حد بيعمل قانون في مجلس الشورى اللي هو مسؤول دلوقتي عن التشريع، ليه هم ما طهروش صفوفهم منه؟ في قاضي بيتقال ان هو سرق 300 فدان والنيابه طالبه رفع الحصانه عنه، النيابه دي برضه جهاز قضائي مش تبعنا، مش تبع الجماعه الاسلاميه ولا الاخوان المسلمين ولا السلفيين ولا التبليغ والدعوه. طبعا وطالبه رفع الحصانه عنه، ليه لم ترفع الحصانه عنه الى الان؟ هو ليه صح كل احكام القضاء في الفتره الاخيره لها ميول سكتيه جايه في ناحيه معينه؟ ليه كل الشعب حاطط ايده على قلبه كل يوم ان الثوره ما تجهضش ببعض احكام قضائيه لبعض القضاه اللي للاسف اصبح اشتغالهم بالسياسه واضح جدا وميولهم السياسيه واضحه جدا واصبحوا ضيوف على الفضائيات؟ ليه القضاء قديله سنتين ساكت عليهم ما صدرش غير من ايام قليله جدا توجيهات قالت لهم يا اخوانا ما تتكلموش ولسه بيتكلموا على الفضائيات ولسه بيتكلموا في السياسه؟ الذي اريد ان اؤكد عليه مره ثانيه، نحن لن نخرج عن السلميه في اي وقت من الاوقات، نحن لا نتهم القضاء كله بل نقول هناك حالات قد تكون شاذه تدل على وجود فساد في القضاء والقضاء بيتغيرها. بس بمناسبه الكلام في السياسه يا باشمهندس عاصم، حتى قضاء من اجل مصر برضه بيتكلموا في السياسه، ولا انت مش معايا في دي يا باشمهندس؟ وانت شفتيني يعني مشجعهم؟ انا كان نفسي القضاء كلهم يقعدوا على المنصات، ولا ده يتكلم في السياسه ولا ده يتكلم في السياسه، بس انا عشان ودين قضاء من اجل مصر ودين اللي عمله الاول الزند، المؤتمرات اللي بيعملها الزند اشبه بالمؤتمرات الانتخابيه، هو الزند الذي بدا هذا المسلسل. طيب لا خليك معايا، طيب خليك معايا بعد اذنك، ولكن خلينا نقول انه ليس وحده، اذا كنا هنتكلم على حد بالاسم فنتكلم على كل من تحدث في السياسه من القضاء بالاسم، اذا ما كناش هنقول اسماء الكل فمش هنقول اسم المستشار احمد الزند ومش هتطرق لحد بعينه او شخص بعينه بعد اذنك. طيب خليك معايا سياده المستشار بعد اذن حضرتك. مهندس عاصم عندك رد على هذا الكلام؟ يعني انا معجب جدا بكلام سعاده المستشار لان كل كلامه في السياسه، ويقول احنا ما بنتكلمش في السياسه، تكلم عن الحركات الاسلاميه وتكلم عن عهد عبد الناصر وتكلم عن عزيمه 67 وتكلم عن موقف التيارات الاسلاميه من اليهود وموقف التيارات الاسلاميه من كذا. يا سيدي هذه هي السياسه، انا ما سمعتش حضرتك دلوقتي بتتكلم عن الماده 67 في قانون العقوبات او الماده 37 في كل الاجراءات الجنائيه، انت بتكلمني حديث سياسي، انت بتصفي خصومه بينك وبين تيار سياسي اسمه التيار الاسلامي
وتستغل موقعك كقاضي ومستشار في ان انت تدي نفسك حصانه ان انت تهاجم لك تيار سياسي ولما يجي يهاجمك تقول القضاء وصيت القضاء. لا، تتكلم في السياسه اطلع ضدك، ما تتكلمش في السياسه وتشتغل قانون بس ما تظهرش ضدك. تقف في وجه الثوره باحكام مسيسه زي الحكم اللي كان بيقوله الرئيس الوزراء السابق فهد المجلس العسكري، اللي كان بيقوله للدكتور سعد الكتاتني لما كان رئيس مجلس الشعب، يقول له حكم حل المجلس في الدرجة دكتور سعد خلي بالك هتعمل كده سواء بمعرفة رئيس وزراء بغير معرفته يبقى ده مش حكم قضائي، ده حكم سياسي يا سيدي بيلبس ثوب القانون. فحضرتك هتشتغل قضاء بس، بس الكلام ده مش مؤكد يعني يا باشمهندس عاصم. بس سمعت دلوقتي لا هعترض عليك واتظاهر ضدك وكل حاجه، ساعتك بتلعب سياسه دلوقتي ما بتتكلمش خالص قضاء ولا قانون.